خلونا في الفيديو ده إن شاء الله نتعرف على بعض الأمثلة توضح لنا موضوع الفورمات بشكل أكتر. هنا مثلا هنعرف 3 متغيرات رقمية من النوع integer، نوم 1 بيساوي 42، نمبر 2 123، نمبر 3 4567. هنكتب مثلا جملة write ونيجي في خانة الأسترس الثانية ونعمل نص فورمات i2 لنمبر 1. فهنا هيعرض لي احنا i2 يعني خانتين، ونمبر 1 عبارة عن خانتين، فهيعرض لي 42 بالشكل ده. طب لو هطبع نمبر 1 ونمبر 2 وخليت الاولاني i2 والتاني i3، برضو هيتعارضهم على طول، بس هيتعارضهم زي ما انتم شايفين مفيش مسافات بينهم ورا بعض على طول، ان ده يا دوبك 2 وده 3، وانا اصلا ما عملتش مسافة بينهم فاعرضهم لي ورا بعض. برضو نفس الكلام، طب انا مثلا لو جيت هنا وخليت بدل اي 3 اي 4، فيقوم جاي هنا وهو بيعرض نمبر 2 هيزود لي خانة رابعة هنا، وكده كده هو 3 ارقام، فكأن انا عملت مسافة بينهم. لو انا بعرض الثلاثة وخديت لكله اي 5 اي 5 اي 5، طبعا اللي فوق دوت 4 وده 3 وده 42، فده 4 هيكون قبله مسافة واحدة، وده 3 أرقام هيكون قبله مسافتين، وده رقمين هيكون قبله 3 مسافات، فدول لما يجي يتعرضوا هيتعرضوا بعاد عن بعض. لو أنا بعرض رقم 1 وقلت له i6.4، تعال نبص كده فوق على طريقة التنسيق تاني، اهو i6.m iw.m. الام ده يعني انا بقول له لو سمحت اعرض لي الرقم في عدد معين من الخانات، فانا هنا بقول له اعرضه لي في 4 خانات، بس انا الرقم بتاعي اساسا 2، انا عايز 4 خانات ظاهرين على الشاشة. اول حاجة انا قلت له الرقم بتاعي ده هياخد 6 خانات، وانا عايز 4 ارقام ظاهرين على الشاشة، فهنا هيعرض لي ال42 والرقمين الفاضلين هيحطهم بأصفر، وفي مسافتين هنا كمان، لأن أنا أساسا قايل له إن ده هيشغل 6 خانات ولكن أنا عايز يظهر 4 أرقام. تعالوا كده نبص على الفورتران، لو احنا كاتبين الكلام ده كله وكنا نعمل ستارت ران، هنا اهو عرض لي 0042 وساب لي خانتين، اهو هتلاقي حتى الخانتين اللي هما تحت ال42 على طول، وهنا في اللي فوق اللي انا كنت بعرضه كل واحد في 5 خانات، فهنا ساب لي ادي خانة 2 3، وهنا ساب لي خانتين، وهنا ساب لي خانة 3 خانات هنا، وهنا خانة واحدة. نفس الكلام لو انا بعرض متغيرات ريال، كل اللي هيفرق ان انا هستخدم صيغة التنسيق الخاصة بالأمر ريال. هنا مثلا f3.1، هنا f أنا عرفت إن ده ريال، 3 هعرضه في 3 خانات، وعايز رقم 1 بعد العلامة العشرية، فعرضت ب4.5. هنا f5.2 يعني أرد في فاريبل 1 في 5 خانات ورقمين بعد العلامة العشرية، فهنا 1 2 3 4 ومسافة. f8.3 قالت لو سمحت ال variable 2 في 8 خانات و3 ارقام بعد العلامة العشرية. طبعا انا عندي variable 2 اساسا هو 0 بعد العلامة العشرية، هو هيقوم زود لي 0 بعد العلامة العشرية عشان ايه يبقى 3 ارقام بعد العلامة العشرية، وهكذا نفس الكلام. برضو لو دخلنا في مثال توضيح ده بقى الكاركتر، كاركتر انا عرفت كاركتر طولها 11، كاركتر اسمها مسج و هالو وورلد، هي هالو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 5، ومسافة كده 11، بيبقى مظبوط اللينس 11. فاجي هنا ايه 11، انا عرفت ان ده نوع كاركتر ويعرض لي 11 خانة، فعرض لي الجملة كلها هالو وورلد. نفس الكلام لو انا كتبت له ايه بس من غير رقم هيعرض لي الجملة كلها على بعضها. طب لو جيت انا هنا مثلا قلت له ايه 9، 9 هيعرض لي لحد الخانة 9 اللي هي رقم R، ويسيب آخر 2 اللي هي ال L وال D، 10 وال11.
طبعا يعني ممكن بقى الواحد يقرأ الأمثلة دي براحته على الكتاب وينفذها على برنامج السيلفر فرونت أو البلاتو علشان إيده تاخد على الموضوع ويتأقلم معاه.